هاي شغلنا المضخة، خلينا نشوف الضغط، نشيك على الضغط. الضغط الداخل زي ما هو 4 بار اللي هو ضغط التانك، الضغط الداخل. الان اللي طالع قديش طالع عندي؟ 12 بار. يعني في رينج اني انا رافع حوالي 8 على 4، وهذا هو ممتاز الوضع. تمام؟ يعني انا عندي 12 بار. الان قبل ما اعبي انا بتاكد من الاسطوانه. انا فاضي. الاسطوانه فاضيه يعني مش مهم، اهم شيء قاعده الاسطوانه، يعني تكون امورها سليمه. مقبول سليم. تمام؟ هاي النقطه. تمام؟ الان تاكدنا من الاسطوانه نقدر نعبيها. الان التعبئه كالتالي، اول شيء قبل ما نحط الاسطوانه بدنا نشغل الميزان. تشغيل الميزان هاي الكبسه، تبعك شوي، كبسه ايش؟ لون اوف. تمام؟ نعم. هاي كبسنا الكبسه. الان بيطلع عندي الشاشه هاي انه اسم المصنع نت. الان هاي مهمه اللي هو السيلف شيك، اعطاني اوكي على كل شيء. خلينا اعيد اورجيك. لو قلنا اسكيب هاي هون بعطيني بعد ديسبلاي انه اوكي، الكنترول موديول انه اوكي، الباور سبلاي انه اوكي. الان الريدي موديول هذا مش ريليفنت للشغل تبعكم، بس لازم اعطيك اوكي، وانه الميزان الوينج سكيل اوكي. تمام؟ نعم. الان بعد هيك شو بنسوي؟ انت ايش بتسوي بالعاده؟ بدك تدخل الاوبريتر نمبر. بدخل الاوبريتر نمبر 1. تمام؟ بعطيه الاوكي، دخلت اوبريتر، بس اعطيه الاوكي رح يطلع عندي الشاشه هاي، هاي الشاشه شاشه التعبئه. نعم. تمام؟ ايش فيها معلومات مهمه؟ شاشه التعبئه، خلينا نطلع. عندنا الان الديليفري صفر لانه لسه مش قاعدين مش معبين شيء. نعم. بده يعطيني البي ال يو، ايش البي ال يو؟ البي ال يو يا رامز اللي هو الوزن الصافي الذي سيتم تعبئته، اللي هو النت فيلينج ويت. الان البي ال يو هذا ثابت في الميزان، بمعنى انه مش اي وزن انت بتعبيه على كيفك. نعم صحيح. انت عندك اوزان مبرمجه مسبقا، بري بروجرام. الان الاوزان المبرمجه مسبقا ممكن تختار بيناتها، راح اورجيك كيف. الان عندك انت 15 الميزان تبعك هذا، في عندك ال 15 وعندك ال 8 وعندك ال 10 وعندك ال 12 ونص. ليش هذول؟ لانه احنا برمجناكم اليوم بناء على طلبك. انا تاكدت من الجره، الان بدي احط الجره على الميزان. تمام؟ الان انا فعليا صرت جاهز للتعبئه. شو مطلوب مني ادخل على الشاشه؟ بدي ادخل الوزن الفارغ للجره. كل جره عليها هون شيء اسمه تير ويت. تير ويت يعني الوزن الفارغ. هون الجره 10 ونص، حطينا الجره على الميزان. نعم. قبل هيك عارفين احنا التير ويت تبعنا انه 10 ونص كيلو، وننتبه انه كل الاسطوانه قد، يعني افرض انك انت شريت بعد فتره اسطوانات جديده، احتمال التيرويت تبعها بيختلف، لازم تتاكد من التيرويت. نعم. حتى ما يصير عندنا مشكله اوفر فيلينج، ان نعبي اكثر من اللازم. نعم. تمام؟ نعم. الان التيرويت عندنا واضح هون انه 10 ونص. نعم. شو بنسوي؟ بنركب راس التعبئه. تركيب الراس اني انا بحطه على الفيلينج فالف، هو هذا محبس التعبئه. تمام؟ وبثبته عن طريق السن تبعه بشكل واضح وممتاز. يعني ثبتته. بعد ما ثبتنا راس التعبئه الفيلينج هيد على الجره، بدي افتح الغاز. لسه انا ما بعبي، بدي افتح الغاز على الجره من خلال هذا المقبض، وبأمنه من خلال اللاذر. الان انا امنت، فتحت وامنت وجاهز للتعبئه. التير ويت الوزن الفارغ للجره عندي 10 ونص. في طريقه الادخال هون عندنا احنا عشان التسهيل بنستغني عن الفاصلة، ما بنحط 10.5. شو بنحط؟ 1.05. 1.05 يعني قديش؟ 10. طب لو حطيت انا 1.10 شو صارت؟ 11. لو حطيت 1.07 شو صارت؟ 10.07. 10.07. يعني الان انا بستغني عن الفاصلة للتسهيل. تمام؟ نعم. انا متاكد ان التيرو تبع 10.5، وانا مبرمج الميزان انه يعبي لي 15 كيلو. نعم. الان بدخل التير ويت اللي هو 1.05. الان
مباشرة بفتش التعبئة، ما بحاجة إني أكبس أي كبسة. صحيح. خلال عملية التعبئة عندي الجرة صورتها عمالها تبين قديش التعبئة وقديش هو ببين معك قديش الوزن اللي عمال يتعب. بصلنا معبيين 5 كيلو وإحنا عيارنا 15. الآن هاي 6 كيلو تمام، ولحد ما نوصل للوزن اللي بدنا إياه هو 15 كيلو. هاينا وصلنا لعند 13 كيلو تمام. هاي على ال 15 فصل هيك انا عديت 15 كيلو اموري 100%. عندي الوزن الاكشوال الكامل 25.5 نعم، اللي هو ال 15 كيلو تبعوني زائد ال 10.5 اللي هم وزن الاسطوانه. بعد التعبئه بدي انزل الجره. خلص خلصنا التعبئه. اول شيء بفك المقلب هذا بحيث لاحظت انه في شويه غاز طلعت، هذا امر طبيعي. الان سكرت على الغاز، بفك الراس تبع التعبئه. شايف؟ ايوه. طبعا يفضل دائما للشباب احكي لهم الايد يكون فوق. خلصنا من الجره بنوديها بنعدي جره ثانيه. استنى الله يعطيكم العافيه.